اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك يا كابتن فتحي؟ يا كابتن شرف منور. نورك يا ابو خالد، سعداء جدا بحضرتك معانا. انا اسعد، ربنا يخليك كابتن فتحي. خليني ابدا مع حضرتك. عندنا او لعبنا مباراتين مهمين جدا الفتره الاخيره، سواء الاسماعيلي او الاتحاد. خلينا نتكلم عن مباراه الاتحاد وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل شيء. اقدر اقول ان يعني هذه المباراه ضمن سلسله المباريات اللي بنحاول انها تكسب ولا تلعب. اوكي. بمعنى ان لجمع نقاط للحصول على اللقب. ليه بقى؟ لان عشان تقدر تلعب، يعني شفنا في الاتحاد احنا لعبنا تلت ساعه، ده اللي بيحقق كلامي. تلت ساعه دي سجلت هدفين، خلاص انت سجلت الهدفين، وصلت للتلات نقاط بتوعك. تحافظ على لعيبتك بقى بحيث يبقى عندهم مخزونهم البدني ما يستنفس. ده فعلا؟ لا يعني فعلا انت لما تلعب تلت ساعه بس وتجيب جونين تحافظ على اللعيبه على طول؟ لا، ولا تستنى؟ مش تستنى، يعني الى حد ما الريتم بدا يقل. اوكي. الحفاظ على اللعيبه بدنيا وفنيا وانذارات. انا عندي 7 لعيبه عندهم قبل ماتش معرضين للانذار طبعا، وانت عندك بعد ماتش مهم، فكانت في شويه ضغوط على الفرقه موجوده، فدي عايزه اللعب فيها بحساب. اوكي. وبذكاء، وهو لعبها بذكاء المدرب، يعني كل لعبها بذكاء، ان انتوا كونوا هاديين، خلاص احنا حققنا الهدف. وشايف الفرقه هو بيتعامل معاهم ان انا ما فيش داعي ان انا اضغط تاني جامد، خلاص اضرب، خلاص اكمل المباراه بحيث ان انا ما يعني ما يجيش فيه اهداف، وان انا ممكن اسجل اهداف بس مش بالشكل اللي انا بدات بيه المباراه. الضغط العالي والضغط المتقدم والضغط بكل الخطوط والضغط في كل حته في الملعب. أوكي. لان دي بتستنفذ مجهود جامد جدا يا كابتن سلام من اللعيبه. فطبعا انا بحاول اقتصد في هذه المباراه، وبحضر نفسي للمباراه اللي هي هتتلعب يوم الخميس مع نادي الزمالك، بدليل ان هو بعد المباراه اداهم يومين اجازه. ده فرحوا في اليومين اكتر باليومين، بدليل كلام حضرتك يعني. ان هم اللعيبه فرحت باليومين اكتر من، يعني هو راجل بيقول لك انا افتكرت ان احنا خدنا الدوري. يعني من فرحه اللعيبه يعني. لا، هم اليومين لان فعلا كانوا مضغوطين، وانت عارف ان احنا لعبنا الماتش الاول الاسماعيلي، وبعدين لعبنا ماتش الاتحاد والمجموعه هناك في نزوس من اسكندريه. صح. ففضلوا هناك، فما خدوش اجازه بين بين الماتشين. فكل ده غير يومين اتنين، وبعدين يومين المدرب هيعمل فيهم ايه؟ هيعمل في اول يوم بعد المباراه الريكفر والاسترخاء، والمباراه اليوم الثاني هيعمل فيه ايه؟ بيعد اللعيبه للماتش اللي بعده. جاي. يعني عمليه كلها فيها ضغوط، فهو في هذه المباراه حاول بقدر الامكان الاقتصاد في المجهود، الاقتصاد والحفاظ على المخزون البدني، المخزون الخططي، المخزون الذهني للعيبه عشان يفضلوا بقوتهم، بحيث لما يرجع بعد اليومين الاجازه يبقى الماتش الزمالك يقدر يجهز نفسه. رايك يا كابتن الاول في مسيره كولر خلال الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، هل عجباك هذه المسيره من وجهه نظرك؟ طريقه تفكيره، اسلوبه؟ شوف، الاجابه على السؤال ده النتيجه هي نتائج الفرقه في الفتره دي هي اللي تقول. اداء الفرقه في الفتره دي يقول، شكل اللعيبه داخل الملعب برضو نفس القصه، يعني شكل اللعيبه هم جوه الملعب لها دور كبير في ان هم تحس او بتجاوب لنا عليه ازاي. هذا الرجل لما بدا، لو نفتكر يا كابتن اسلام، اول شهر بدا فيه او شهر ونص شهرين وبيغير، وكل شويه غير لعيب بلعيب وكده، والدنيا ما كانتش متظبطه لانه ما كانش لسه هم استوعبوه. وعاوز يدرس اللعيبه دي عن قرب، وبيدرسهم من خلال الملعب ويشوف مستوى كل واحد فيهم طبعا، عشان بعد كده يقدر يوصلهم للمرحله اللي احنا شايفينها دلوقتي. أوكي. عنده مجموعه لعيبه، اي واحد اصبح ترس في اله،
الترس اظن لازم يبقى زي الترس اللي قبليه عشان يركب عليه لما يكون تمشي. فالدنيا تمشي. اما بيغير ترس بيجي ترس تاني قده بالظبط، مقاسه بالظبط، مع اختلاف ايه؟ مهاره اللعيب. يعني بين لاعب ولاعب له مهاره بيبقى فردية. في حدود. المهاره الفرديه بتاعت كل لاعب بتختلف في اداء الواجب بتاعه، لكن الفكر والاطار العام هو هو البرواز بتاع الفرقه. فالراجل ده انا شايفه اولا راجل عقلاني، راجل علمي، راجل فاهم، راجل درس اللعيبه كويس قوي، وسيطر على اوضه اللبس بالطريقه اللي احنا بنقول عليها. سيطر على ايه؟ مش بالكلام وبالقوه وبالخناق، لا، بالاقناع. كلهم حسوا ان اللعيبه دي كل واحد بس اللي بيلعب النهارده بيلعب، واللي ما بيلعبش قاعد بره، ولما هيلعب تلت ساعه هينزل يموت نفسه تلت ساعه ولا 10 دقايق ولا ربع ساعه على اساس يكون فيه. الشكل الاميز للموضوع هو انه لما اسلام بينزل بيأدي بنفس الشكل، لما كابتن فتحي بينزل بيأدي بنفس الشكل، اي حد بينزل هو نفس الواجبات تقريبا. هو حفظهم، بتختلف بقى من لعب للعب بطريق بمهارتك انت. بس هتقوم بالواجب ده، يعني بمهارتك تقوم بالواجب ده. اصعب تهيألي يا كابتن. طبعا ان انت تحفظ المجموعه كلها، ال 25 وال 28 لعيب صعبه. ما هي دي عايزه اولا مجهود، وبعدين عايزه لعيبه، ما هو اللعيبه كمان امكانياتهم ساعدته ان هو يعمل كده. ما هو ممكن ياخد بنفس الشكل ده يروح فرقه تانية ما يعملش نفس الناتج ده. ليه؟ لان البضاعه اللي عنده مش موجوده، الامكانيات اللعيبه اللي هي موجوده معاه لابد ان هي، يعني هو شايف ان اللعيب يقدر يعمل كل حاجه. فمجموعه اللعيبه اللي في النادي الاهلي مجموعه متميزه جدا جدا، مهاريا، بدنيا، فنيا، خططيا بينفذوا، ذهنيا بيفكروا كويس قوي، سلوكيا ادائهم، كل الحاجات دي مواصفات اي لاعب متميز موجود في مجموعه النادي الاهلي. الكابتن من وجهه نظرك مين اللعيب المحوري اللي موجود في النادي الاهلي بحيث ان انت تقول يعني ان انا ما اقدرش اطلعه من الفرقه؟ لا، هو دلوقتي يا كابتن بصراحه كره خلانا ما نحسش ان اقول ده ما اقدرش اطلعه ولا اطلعه. اي واحد ممكن يقعد، اي واحد ممكن لأن يمشي، لان البديل بينزل يؤدي نفس الفكر. يعني يعني النادي الاهلي دلوقتي بيعتمد على فرقته، ما بيعتمدش على لاعبته. فرقته يعني المجموعه، اي حد فيهم بيعتمد على لعيبته اللي هي على افراد خمسه سته وبيكمل. يعني زي منتخب المغرب امبارح، منتخب المغرب امبارح بدون لاعب او اتنين موجودين وهو بيلعب المنتخب الاولمبي، اعتقد احنا كده كده كنا افضل. حاجه اتكلم مع حضرتك في النقطه دي، لكن انا اقصد ان يعني الاداء الفردي بيبقى واضح، كان واضح جدا في ادائهم امبارح. طبعا يعني فده اللي حضرتك بتقصده، يعني ان النادي الاهلي بيعتمد على الجماعيه في الاداء. جماعيه كابتن اسامه فرقه المغرب، يعني اذا كنت بتقول عليهم الفرديه والكلام ده، دولت 23 لاعب منهم 20 لاعب محترف في اوروبا. صحيح. 20 لاعب وثلاثة بيلعبوا في الدوري المحلي في المغرب. من ال 23 ثلاثة هم بيسجل المباريات، 23 لاعب في البطولة بتسجل 23 لاعب منهم ثلاث حراس و20 لاعب. فأنت بتسجل دول في ثلاث لاعبين بس من الدوري المحلي، وفي 20 لاعب محترف من الخارج. والمصري بقى العكس، احنا عندنا 20 لاعب وثلاثة برضو، الثلاثة بيلعبوا في الدوري العام وال20 ما بيلعبوش في الدوري العام. يعني شوف بقى مدى المقارنة. أنا هتكلم عن منتخب الأولمبي لوحده، لكن أنا بتكلم هنا اللي حضرتك تقصده في الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني، الجماعية في الأداء. الجماعية في الأداء من خلال مهارات كل لاعب بيظهرها، وبياخد مميزات كل لاعب في الترس أو في الآلة أو في الشغل اللي بيعمله عشان تستفيد بيه المجموعه. يبقى في جماعه، يبقى في اداء، يبقى في تمرير، يبقى في انتقال، يبقى في استحواذ، يبقى في كل حاجه جميله في كره القدم. طيب راي حضرتك ايضا في شكل مثلا واحد زي مروان عطيه ده. مروان عطيه واحد من اللاعبين اللي جم في شهر يناير، ولكن دائما ما يؤدي بشكل رائع، خلى كل الاهلاويه الحقيقه بيحبوه دلوقتي. لا ما شاء الله، هو يعني اكنه متربي في النادي الاهلي. ليه بقى برضه؟ لان هو اولا مهاري، لاعب مهاري، لاعب عنده الروح القتاليه موجوده،
لاعب سعيد بانه هو بيلبس فانيله النادي الاهلي. ودي تفرق كتير جدا. طبعا. هو بيلبسها ففرحان، فرحان ان هو لابس فانيله النادي الاهلي، فبينفذ امكانياته الفنيه من حيث التمرير، الاستقبال، قطع الكره، الاختراق، التمركز، الانتقال من الدفاع للهجوم، كل الحاجات دي بتميزه. وبالتالي هي قدرت يا كابتن سامي ان هو قدر الراجل يطلع الحاجات دي منه ويخليها في وسط المجموعه. أي. ما تبقاش له خاصه، فانه بيقطع وبيلعب للي جنبه، بيقطع وبيمرر وبيمرر وعارف بيمرر فين، بحيث ان لازم يمرر صح ولازم يخترق صح، لازم يوقف صح، لازم يرجع صح، كل الحاجات دي امكانياته فيها كده، هو طلعها الراجل منه. هو كان جاي من نادي الاتحاد ما كانش بيلعب هناك كده، صحيح. هو ما كانش بهذا المستوى، يعني هو ما كانش في هذا المستوى، لكن لما جه زادت امكانياته اللي احنا هي موجوده عنده، هو طلعها بقى. يعني كل عارف ازاي يطلع كل ما هو جاي جواه عنده وتخليه ان هو كده فينصهر مع المجموعه، وبالتالي اصبح من الركائز الاساسيه في وسط ملعب النادي الاهلي. تلاحم المباريات بيؤدي الى الاجهاد. انا عارف ان ده واجب خلاص، لانه خلاص النادي الاهلي دائما ما يتبع اللوائح والقوانين، والفتره اللي فاتت كان اللوائح كلها بتقول ان المباريات اللي ما بين الدور قبل النهائي والدور النهائي في افريقيا بيتم تاجيل المباريات لما بعد النهائي، وده حصل، ربنا كرم وقدرنا نكسب البطوله. وبالتالي ان انت تلعب كل يومين او كل ثلاث ايام اصبحت لائحه، انت دلوقتي مضطر ان انت تلعب. نعم، بس هي يا كابتن اسلام تفضل. يعني فيها ظلم. اتفضل. مثل النادي الاهلي ظلم لاي لاعب انك تديله 48 ساعه ويلعب. اوكي. استحاله، ودي سبب يعني انخفاض معظم مستويات اللعيبه في الدوري المصري. سببها انك انت تلعب زي مثلا النادي الاهلي، لو هو ما عندوش الفكر مدرب انه يعمل التدوير وبيعمل الروتيشن وبيعمل كده، كانت الفرقه دي كانت ممكن تقع. ليه؟ لانك انت لاعب يوم الخميس ولعبت ثاني يوم لعبت الاربع ولعبت الاربع وبعدين بتلعب السبت. صح. يعني خدت خميس وجمعه. انت لعبت الاربع، والاربع لعبته امتى؟ بالليل. طب يبقى اذا انا يوم الجمعه، أنا يوم الخميس مش هعمل حاجه، استحاله تعمل حاجه غير الريكفر والاسترخاء. وعشان كده مش ان انت بتعملش، اما اسال العضله ايه، العضلات لا يمكن ترجع تبقى لوضعها الطبيعي قبل 36 ساعه. اوكي. عشان عضله تبذل كل مجهودها يعني يوم ونص يعني تقريبا، فلازم مش تمام علميا ده. مش لا ده مش كلام انا. ده العلم هو اللي بيقول، الكتاب بيقول كده. ده العلم هو اللي بيقول. فاذا ما تلحقش ان انت اللاعب، فانت بتعمل حاجات الاليه دي عشان تعمل الكرفة، عشان تقلل الساعات بتاعه الاسترخاء دي، بدل 36 تخليها 24. ليه؟ الاجهزه اللي جابها النادي الاهلي والاجهزه اللي بيشتغل بيها وفي كل انديه معظم الحاجات دي، واللي بيحط في التلج والكلام ده، عشان اقلل الفتره بتاعه ان انا الريكفر بتاعه، بحيث الاستشفاء، بحيث العضله ترجع لوضعها الطبيعي. اوكي. لكن ان انت دي اللي بنعمله. طب رجعتها لطبيعي في خلال 24 ساعه، وبعدين عندك ماتش تاني، وانت كمدرب بقى انت شفت اخطاء في المباراه السابقه، المفروض تعمل فيها ايه؟ صلحها. صلحها في الملعب. لا، في هو بيعملها ايه بقى؟ ما عندوش وقت الملعب، ورق فبيصلح. لا، بيمسك بالفيديو وبالتلفزيون وبيكمل والشاشات، وتعالوا باللابتوب ويقعد يصلح. طبعا التصليح النظري ده غير تصليح العملي. طبعا. اما في الملعب بتنزل، لا انت بتعملها كده، الكره دي شوف انت عملتها ازاي، قطعتها ورحت ويجي. المواقف بالظبط اللي حصلت في المباراه السابقه لازم يطبقها في المباراه، يعني في التمرين، ثم التمرين اللي بعد كده يحضر نفسه للمباراه اللي جايه. صحيح. الفرقه اللي قدامي بتلعب ده ما بيحصلش. هيحصل ازاي؟ فين الوقت اللي يحصل؟ اذا كل المدربين بامكانياتهم ما بيقدروش يعني يحاولوا انهم لا يصلح اخطاء، ولا بيعمل غير كله باللابتوب والشغل النظري. بما ان حضرتك فتحت هذا الامر وهو امر هام جدا،
طب ده علميا مظبوط؟ طيب بما انه علميا فانا شايف ان كل انديه مصر مش النادي الاهلي كل انديه مصر ما انا قلت كل انديه مصر لا شايفه شايفه هذا الامر طب هذا الامر عرض عليهم في بدايه الموسم صح؟ طب لماذا وافق وافقت الانديه على هذا الامر؟ الانديه لانه في الاخر لائحه ما هو اللي وافق يا كابتن اسلام يعني اللي راح من الانديه او اللي الانديه قايلاهم مش الفنيين ممثل النادي اللي بيروح وبمجلس اداره. طب هل من الممكن ان السنه الجايه مثلا احنا النهارده في المؤتمر بتاع الدوري العام المصري وتفاصيل الدوري العام المصري صح؟ طيب هل من الممكن ان السنه الجايه ما يحصلش كده؟ يعني بدل ما نعمل 3 و4 ايام نعملهم 4 و5 ايام. دي لصالح الكره المصريه عشان المدرب يشتغل. المدربين اللي في مصر كلهم بياخدوا فلوس، لكن بياخدوا فلوس عشان ايه؟ ولا حاجه، ما بيصلحش اخطاء. يصلح اخطاء امتى ويلعب امتى ويجيب لعيبه امتى ويجهزهم اي مباراه بالطبيعي. بلعب مباراه تاني يوم راحه، بعدين بصلح الاخطاء، وبعدين بعد نفسي للمباراه الثانيه بشوف ايه اللي انا المفروض هعمله وبعدين اطبقها في نظري، وبعدين استرخاء، وبعدين ماتش ثاني. دخلت لي في 5 ايام ما بيحصل عمره ما بيحصل هنا. عشان كده كابتن، بس ده بيحصل في اوروبا. ما احنا في اوروبا بنشوف ان هو بيلعب كل يومين او كل 3 ايام. لا ما بيلعبش كل يومين، مش على طول. لا مش كل 3 ايام بس، مش على طول. لا يعني مثلا تلاقي مضغوط اسبوع، والاسبوع اللي بعديه تلاقي بياخد فتره الراحه طويله. مش فتره، انا مش هشوفها واقول لحضرتك. لا لا لا، ما انا عارف يعني. انت مفروض ما تضغطش يعني 7 ماتشات ورا بعض. انت بتشوف كاس العالم مش بيلعبوا 7 ماتشات، اللي بيلعب نهائي بيلعب 7 مباريات. اوكي. اللي بيلعب نهائي في كاس العالم بيلعب 7 مباريات في وصل للنهائي. عمره ما هيبقى 48 ساعه. الاول كان 3 ايام، يعني بيلعب وياخد 3 ايام راحه ويلعب وثلاث ايام راحه. بعد كده الثلاث ايام لما ما بتكملش لغايه الاخر تبقى 4 4 ايام، ثم بقت 5 ايام قبل النهائي. فاذا ال7 ماتشات لو انت اللي انت اعتبرتهم في شهر في كاس العالم، السبعه دول بيتلعبوا في شهر، لكن ما بيلعبش الراحات كلها يومين 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 يومين. لو انت يومين يبقى اقل من شهر. لا يومين ده يبقى 14 يوم. طيب 7 ماتشات. طب انت ليه بتلعبه في شهر؟ اللي هو بيلعب اول يوم وبيلعب اخر يوم. يبقى ده لعب 7 مباريات. بقسم له ال7 مباريات على الشهر. على الشهر. هتلاقي اول 3 مباريات اللي هم بتوع المجموعات دي 3 ايام بس. اوكي. 3 3 3 9 ايام. هيبقى له 10 ايام تانيين. ويبقى عنده كام؟ 4 مباريات فاضلين له عشان يلعب. تلاقي ال4 مباريات التانيين الراحات بتكبر بقى. تبقى 4، ثم النهائي، وقبل النهائي يعني تبقى 5، بتبقى 5. يبقى اذا لا يمكن هيلعب في شهر اوكي كله 3 3 3. ارجو ان يعني اعتقد ان الكل يعني حريص على مصلحه كره القدم المصريه، وبالتالي يعني اتمنى ان ده يحصل في بدايه الموسم القادم برضو للنادي الاهلي طبعا ولكل الانديه. بما اننا بنتكلم عن المسابقات خلينا نروح نشوف ماذا قال الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الخاص برابطة الأندية ولقاء معاه، ونرجع نشوف ماذا قال. الحمد لله طبعا ان احنا اللي قلناه يوم القرعة وحضرتك فاكر الكلام دوت، وقلنا كل الارتباطات، انما زاد عليه ارتباطات اخرى كاس عالم الأندية وشارك في النادي الأهلي. طبعا دي حاجه كويسه لمصر طبعا، ان النادي المصري والنادي الاهلي راح يشارك في كاس العالم الانديه. ما نقدرش نقول لا او ما نقدرش نتناقش فيه، انما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي، وتوقيت البطوله كان برضو مفاجئ، ما كانش موجود وجود على الخريطه اصلا في الاجنده واحنا بنتكلم في بدايه الموسم. عندنا كان مؤتمر المناخ، مؤتمر كبير جدا، وكنا لازم ان احنا ناخد تاجل فيه اسبوع. عندنا 2 سوبر اتلعبوا، عندنا كاس مصر كان فيه 3 ادوار من الموسم اللي فات، وكان فيه نهائي كاس مصر، وكان وقت كاس العالم للانديه لما اتكرر، فبالتالي تم تاجيل نهائي كاس مصر وبعد كده لعبناه. كل ده اخذ ده من التوقيتات، ورغم كل ده الحمد لله احنا 30/8 كنا خلصنا الموسم اللي فات. الموسم ده 30/7 بالاخر مباراه بتاعت الاهلي بتاعت الكاس، فبالتالي كل الامور ديت عشان نبدا الموسم ينتهي 30/12 من كام موسم شهر 12،
ونبدأ في شهر 10 بعدين نخلص شهر 7. طبعا ده أكيد إنجاز كبير، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أسهل إن شاء الله. طبعا اختيار موفق جدا، لأن طبعا إحنا من غير الدولة الرياضة مش هيبقى في رياضة أصلا. وحضرتك عارف إن الدولة ورئيس السيسي اهتمام كبير، راجل هو راجل رياضي ورياضة كل يوم بيلعب الرياضة وبيشجع الناس على الرياضة وركوب العجل، يعني راجل رياضي، فطبعا بيساعد كل المنظومة الرياضية. فلازم المنظومة الرياضية كلها تجاري السياسة ديت، فعشان نيجي المكان ده طبعا مكان موفق جدا واختيار موفق جدا. لازم نساعد طبعا المنظومة كلها السياسية والاجتماعية، ودايما اتحادات، حتى الاتحاد الدولي بيقول لك ان الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقول لك اللعيبة والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجانب الشق الرياضي ومسؤولية اجتماعية قبل كمان المسؤولية الرياضية، لان الاثنين بيخدموا على بعض. وده الدور اللي لازم طبعا بتحاول الرابطة الحقيقة اللي عاملة مجهود كبير خلال سنتين، واحنا اخذنا امور متقدمه كتير، وان شاء الله هيبقى اللي جاي افضل بكتير، لان احنا دايما بنجري. يعني تلاقي كل الدول بتخطط وفي هدوء وبتاع، انما احنا جينا من فترات 2011 ومشاكل وتوقف كوره، وبعد كده احداث بعض المباريات اللي مش عايزين نفتكرها. فبالتالي انت بتقعد تجري عشان تلحق الامور التانية. يمكن احنا دايما بنظلم نفسنا شويه، واخرهم زي نلعب كوره لغايه دلوقتي والمغرب عملت، والمغرب مثلا هتبص جنبك كده ناحيه اليمين المغرب هتلاقي النهارده في مباراه الرجاء والوداد المغربي بيلعبوا النهارده، الدوري الجزائري لسه خالص من 4 5 ايام. وكل دول اقل مننا عدد في الانديه، ما مروش بالمراحل بتاعتنا، ما نهوش دوري مره بشهر 12. فبالتالي كل الامور ديت لازم الناس يعني تصبر علينا شويه، وما ينفعش نقول شوفوا شوفوا شوفوا. لا، احنا الحمد لله احنا منتخب اليوم من امبارح، كل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المحلي وطالعين من الدوري المحلي، الفريق المغربي كله بيلعب في الخارج، ما بيجوش المغرب خالص. ويمكن المذيع المغربي امبارح يعني شوف، احنا بعكس ان احنا بنقول ان ده عيب عندنا سلبيه، هو بيقول عن سلبيه ان الدوري المغربي ما طلعش اي حد في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول. فنتمنى ان شاء الله بس نصبر على بعض شويه كده والامور تبقى كويسه. اكيد طبعا، واولهم النواحي الامنيه، لان الامن الاول. انا حضرت مواسم كنت بنظم فيه المسابقه في 3 4 ملاعب، دلوقتي كل الملاعب بقت مفتوحه، الانديه كلها بتلعب في الملاعب بتاعتها، الجمهور بيرجع واحده واحده. ونتمنى طبعا ان الجمهور، رغم ان بعض الجماهير وبعض الافراد من الجماهير بتقول جماهير ان هي بترجعنا للخلف خطوه لو خطوتين، انما احنا ماشيين في خطوات. فلازم طبعا دور الامن يبقى واضح جدا، لازم نشكر الامن الحقيقه، ما يبقاش برضو ان احنا بنتكلم على ان عدد الجمهور قليل او لا، لان محدش عارف، محدش في المطبخ بتاع النواحي الامنيه وبيشوف المشاكل اللي هم بيقابلوها. يمكن انا قربت شويه طبعا في الفتره اللي فاتت دي كلها، عشان كده لازم اديهم حقهم على ان هم اللي بياخدوا القرارات الصحيحه. احنا بندي كل الفرصه للرئيس لجنه الحكام ولجنه الحكام ان هي بتاخد القرار الصحيح واللي هم شايفينه من وجهه نظرهم، هم اللي هياخدوا القرار في الاخر، وهم اللي هياخدوا برضو قرار امتى يتم اعلان عن حكام المباراه. احنا بنوفر لهم كل اللي هم طالبينه، بنوفر لهم المعسكرات اللي هم عايزينها، لان دي تجربه جديده. الخبير الاجنبي اخر التجربه، لازم هنحكم طبعا هل ايجابيه ولا سلبيه. فدي امور من الامور برضو الجديده اللي دخلت على اتحاد الكوره، ان يبقى رئيس لجنه الحكام اجنبي. اقول الاعلام الاول، ان الحقيقه الجمهور بيسمع من الاعلام مش بالعكس. الجمهور لما بيعرف الحقيقه الجمهور ملتزم وكل حاجه، انما الاعلام بقى الاعلام زود عدد المشاهدين، فعدد المشاهدين في مشاكل هنا، زي ما بتمشي في الشارع وتلاقي حادثه الناس كلها بتقف، كويس، تلاقي مشكله الناس كلها بتقف، اتنين بيتخانقوا تلاقي ناس كتير بتقف. انما لو حاجه كويسه كده هتعدي عليها، هتبص وهتقول حاجه حلوه وهتمشي. فبالتالي اتمنى نرجع للاعلام الصحيح، ان احنا نشوف الايجابيات، ما نزيدش على مشاعر الجماهير، لان انا بشوف حاجات كتير الحقيقه، وناس بتزايد وعلى انها اكتر من المسؤولين في الانديه، رغم المسؤولين في الانديه مش محتاجين الناس ديت الحقيقه. وانا كل الانتقادات اللي انا بشوفها في بعض الامور وفي بعض القنوات، المسؤولين ما بيقوليش الكلام ده خالص، وكل يوم بقابلهم وكل وبيكلموني وبكلمهم، ما حدش بيشتكي، والاقي ناس بتزايد عليهم، يعني كده هيبقوا محبوبين قوي. نتمنى ان شاء الله ان كل واحد يعني يرجع لعقله. انا عارف هو يقصد مين. عارف ولا مش عارف؟ لا تعرفش؟ لا مين؟
حاج عامر حسين على فكره عامل شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت تحديدا، لانه الفتره اللي فاتت فتره صعبه جدا. ناس كتيره ممكن تستغرب من اللي انا بقوله، ولكن لا، هو الفتره اللي فاتت هي فتره صعبه جدا 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 جدا. اتمنى ان البدايه السنه الجايه، وزي ما حضرتك قلت كده، ما نبقاش نلعب كل يومين ماتش تاني. اتمنى ان ده يحصل. يا ريت. يا ريت. يعني 48 ساعه دي قاتله للمدرب وللعيب. ما بنلحقش. لا، ما 48 ساعه بيقول لك انا يعني مثلا الاربع خميس وجمعه، وبيلعب ثالث يوم مش تاني يوم يعني. اي ما هو بتلعب ثالث يوم، يعني اليومين دول هتعمل بيهم ايه؟ اليومين مفيش، ما تلحقش. ولو فيهم في سفر كمان، لا لو فيهم سفر مشكله. يعني لو النادي الاهلي مثلا يوم الاسماعيلي رجع القاهره ويرجع تاني يروح اسكندريه، الموعد هناك كانت صعبه قوي. ايوه، طب ما هم ماتشين كده. يعني كانت العمليه تفكير انهم يبقوا هناك، هيروحوا ويرجع يروحوا. كويس ان ماتش الزمالك يوم الخميس بقى، ويوم الخميس ان شاء الله دلوقتي هو بقى في اربع ايام بالظبط كده، حد اتنين تلات اربع، وهتلعب الخميس بعد ماتش السبت، هو مدي منهم يومين راح. شايفها ازاي الفكره دي؟ لا شايفها، هو طبعا ثقتنا في الله كبيره، بس ثقته في لعيبته، وهو عارف اللعيبه اللي قدامه قد ايه، يعني قايسها ان اليومين دولت مش هينزلوا لياقتهم البدنيه ولا الفنيه ولا المهاريه ولا اي حاجه، بس هيريح الجهاز العصبي. وتريح الجهاز العصبي اهم في الوقت ده، لان عنده مباراه عليها ضغط عصبي. صحيح. فعايز يقدر يتحمل، الجهاز العصبي يتحمل الضغوط العصبيه، لانه انضغط في ماتشين، فهو خلاص فاق من ماتشين، عنده ماتش بقى مهم جدا. الماتش ده له ضغوط تانية، فلازم هيتعامل اهم حاجه مع الجهاز العصبي بتاع اللعيبه، فبديله راحه يومين، ينام كويس، ياكل كويس، يبعد، ما يشوفش كل الحاجات دي، يبعد عن الكره يومين. فبحيث يجي لما يجي هيتمرن، ويبقى اقدر تاني اديله الدوافع بتاعتها، واديله الاعداد بتاعته، هيبقى الجهاز العصبي مستريح، يقدر ينفذ اللي مخه بيقول عليه. مخه هيفكر صح، العضله هتشتغل صح، الاداء هيكون صح. بس هنا برضو، هل هيبقى اليومين اللي فاضلين كافيين؟ يعني هو ادى حد واتنين اجازه، ثلاث واربع هيبقى كافيين يديلهم اللي هم عايزه، ولا هو هيعتمد على التحفيز؟ ما هو اصلا اللعيبه حافظين، ما هو اصلا اللعيبه جاهزين. هو هيجي تاني يعني ايه، بيعمل لهم بقى الريكفري اللي يفوقهم. لكن مش جاي حفاتهم دلوقتي، ممكن يديهم فكره جمله نادي الزمالك بتلعب ازاي، هنلعب ازاي من هنا ايه، لكن اصلا اللعيب جاهز. اوكي. اللعيب مش لسه هيعده للمباراه، لا هو جاهز اللعيب. وبعدين كل مستويات او النادي الاهلي، كل المباريات بتاعته مستوى عالي جدا، يعني مش الزمالك بس. طب ما هو الاتحاد مباراه عاليه، الاسماعيلي مباراه عاليه، لازم برضو كنت تكسبها اي مباريات من المباريات دي. وبعدين بطولات افريقيا عودتك انت، الاعداد والجهاز العصبي بيبقى تحت ضغوط عاليه جدا، لان يعني بطولات كبيره، فانت متعود على البطولات الكبيره دي وعلى الماتشات الكبيره. فهو شايف ان اليومين دول الراحه هيفوقه، لانه هو محتاج في اليومين اللي جايين الجهاز العصبي. العضلي مش هيفقد حاجه، يعني طبعا اللياقه مش هيفقدها، والمهاره مش هيفقدها، طبعا، بس انا عايز اريح الدماغ. فانت بتريحه شويه هيقوم فايق. البني ادم مننا كابتن اسلام، لو انت تعبان وعايز تنام وسايق عربيه، بتركن شويه كده 10 دقائق وبتفوق، بعد العشر دقائق دولت بتحس نفسك ان انت نمت فيهم، اللي هو السنه اللي انت بتنيم فيها كده، بتحس لنفسك فايق وماشي وعارف كل حاجه. هو عايز اللعيبه الجهاز العصبي يحصل له كده، لان تبعد شويه، تبعد، لان الجهاز العصبي هو يمكن الجهاز اللي مش محتاج وقت طويل، يعني الجهاز العضلي بيحتاج 48 ساعه، الجهاز العصبي المخ يحتاج من الواحد عشان تستريح وتبقى ريكفر 100% 10 دقائق، 10 دقائق بس. المخ يستريح 10 دقائق يرجع تاني 100 100. والله فانت هتريحه يومين، مش هتريح 10 دقائق. طيب، فالمخ
هو بيجهزه نفسيا للمباراه. الفرق ما بين وحضرتك بتتكلم دلوقتي قلت ان هو الراجل هيقول لهم ازاي الزمالك بيلعب، ايه الفرق ما بين زمالك الدور الاول وزمالك الدور الثاني؟ قدرت تفوز على زمالك فريرا بثلاثيه، هل من الممكن فريرا له اسلوب وسيريو له اسلوب، اللعيبه اللي لعبوا الدور الاول مش هتلاقيهم هنا في الدور الثاني، في لعيبه مش موجودين. شكل المباراه الاولى كان الضغوط على نادي الزمالك اللي كان لسه الدوري لم يحسم وما كانش قرب، هم هيلعبوا هذه المباراه من اجل المباراه وليس من اجل ان انت صحيح. وهو معلوش اي ضغط على فكره، ما طبعا هو ما بيلعبش حاجه يعني، مش فارقه معاه ثالث زي رابع زي كده كده هيلعب كونفدراليه وخلاص. فاللي هو اللي بيلعبها بالطريقه دي بيبقى اكثر هدوءا، عشان كده هو اداهم يومين عشان يقدر يلاعب الجهاز العصبي بتاعهم. يبقى احنا في تقل، وبفكر فكر فكر عالي قوي يا كابتن اسلام، ان هو اللي بيقول لك ده كولر يعني ليه؟ هما ما عندهمش اي ضغوط عصبيه، نادي الزمالك ما عندوش اي ضغوط خالص. هو بيلعب مباراه من اجل المباراه، صح، منافس عايز اكسب الاهلي وخلاص عشان اقدر ازيط عليه. لكن انت بتلعب وبتلعب المباراه، بتكمل الدوري بتاعتك، بتكمل مسيرتك، المنافسه لازالت. مش لان انا بلعب الزمالك طبعا كمباراه وانت بتفكر فيها كده، طبعا مباراه كبيره طبعا، بس ازاي اهيئ لعيبتي لهذه المباراه اللي انا الخصم بتاعها مش مضغوط، فلازم برضو انا اريح لعيبتي عشان لعيبتي اريح الجهاز العصبي في اللعيبه، في اللعيبه هو ده الاهم بالظبط. يغير تشكيل بقى ما يغيرش تشكيل، يلعب فتحي اي لعيبه، اي لعيبه، اي 11 من اللي هم بيلعبوا هينفذوا فكره اللي هو بيقدر يعمله العالي جدا، وان شاء الله باذن الله هنشوف مباراه حلوه باذن الله يوم الخميس. رايك في اسناد الطاقم التحكيم او التحكيم الى طاقم تحكيم مصري؟ اتعملت قبل كده المباريات المصريه بكباتي يعني. طب السنه اللي فاتت الزمالك كسب الدوري صح؟ بحكام مصريين. يعني هم الحكام المصريين كانوا بيلعبوا. فاذا الحكم المصري، الحكام عندنا الحكام كويسين بس عاوزين الثقه، بس هم خوفهم بس من بعض الفرق، هي دي اللي يمكن بتخوف نادي الزمالك، وبتقول لك لا ما نجيب لنا حكم اجنبي ويخلص فيها عشان ما نبعد عن الضغوط دي. فانا مش شايف يعني ان لها يعني اهميه ان انا اجيب مدرب او اجيب حكم في مباراه زي دي. يعني مباراه اصبحت مش هقول تحصيل حاصل، لان اهلي وزمالك لا زالت هتفضل اهلي وزمالك. صحيح. ما اقدرش اقول ان اهلي وزمالك ايا كان، حتى لو ملوش فيها وما فيش اي حاجه، لا تظل هذه المباريات هي صحيح مختلفه. وبرضه النادي الاهلي برضه ما بيلعبها هو يعني تقريبا، انت ممكن ماتش اللي جاي ماتش سيراميكا وبيراميدز ممكن يخلصوا الدوري بدري. صحيح. يعني لو كسبوا خلاص انت هتبقى المباراه انت داخل بتلعب زيك زيه. بس فيعني انا شايف ان التحكيم المصري يعني احسن له، وفي المباريات اللي زي دي ونتقبلها. بعدين الدولارات كترت قوي، البلد يعني في حاله يعني احنا محتاجين مثلا لما هتم 50,000 دولار عشان تصرف من 50,000 ضربهم في قد ايه؟ طب البلد محتاجه في حاجات تانية، اجيب بها ادويه، اجيب بها علاج، اجيب بها تغذيه، اجيب فيها انتاج. واحنا في الكوره خلاص ماتش زي ليه ما نحكمش الحكام المصريين بتوعنا؟ المنتخب الاولمبي امبارح استطاع ان هو يعود او يلعب مباراه او يلعب بطوله على اعلى مستوى. الحقيقه يعني هذا المنتخب اولا طب كل الناس ما كانتش متوقعه خالص انه يعني استثناء البيت الكبير والله. والله لا لا هنا لا انت والله بجد ليه؟ لا ليه؟ عشان انا قريب وعارف. لا لانك انت بتاع كوره. اوكي. فانت كاسلام بتاع كوره فانت فاهم، وبتجيلك الاخبار وبتشوف صحيح. بعينك وبتقدر تقارن وبتنتقي وبتفلتر المواضيع اللي حواليك كلها، فبالتالي بتقدر ان انت تقول هذا الفريق ممكن او مش ممكن، خصوصا بعد اول مباراه اللي تعادلنا فيها. صحيح. زي ما قلنا ان اللعيبه بتاعتنا 3-4 بالكتير خالص اللي بيلعبوا في الدوري باستدامه، بقيه اللعيبه
ما بتلعبش، ما حدش بيلعب صحيح. يعني نجم البطوله حارس المرمى احسن واحد حمزه علاء لعب امتى يعني؟ لا حمزه لم يلعب مع النادي الاهلي، مش كده؟ غير مره واحده يعني. لا لعب برضه الفريق الاول، يمكن كان برضه احتياطي مره وكان موجود، لكن فين؟ كله ناشئين ما لعبوش درجه اولى. صحيح. اذا وده مركز اساسي بالنسبه للفرقه. فالمجموعه دي لما اللعيبه المصريين لما بتتجمع وبتقرب لبعضها بتزداد قوه وبتحمس، بيعيشوا وبيبقوا عارفين وشايفين ايه، وماتش عن ماتش عن ماتش. اما حته يقول لك نسبه التهديف عندنا قليله بالنسبه، فعلا صحيح. لسه كنت هسالك، هي نسبه التهديف قليله جدا. قليله جدا، لان هي الكره المصريه كده بشكل عام. الكره المصريه احنا عندنا، انت قول لي انت هنا مريت بكل حاجه ومتابع جميع المباريات، لو نذكر على مستوى مصر اللعيبه اللي موجودين في مصر، انت عارف متسجل كام لاعب في مصر من ناشئين وبراعم ودرجه رابعه وثالثه وثانيه ممتاز واولى وممتاز؟ كام؟ 138,000. اوكي. 138,000. هات لي في ال 138,000 عايز خمسه لعيبه بيشوطوا على الجول، بيشوطوا شوط اكيوريت، يعني شوط دقه، الشوط اللي هو الشوط اللي نعرفه، الشوط اللي هو في الجول، الشوط اللي هو في المرمى، الشوط اللي الجول بيطلعها بصعوبه، الشوط اللي بتضرب في العارضه. محمود اللي... صابر. لا يعني كم مره؟ محمد شحاته. لا كم مره؟ لعبت منتخب الاولمبي يعني. اي لا لا كم مره؟ لا شوط كم مره؟ ده الماتشات اللي فاتت كلها احنا كسبانين بالشوط الخارجي. ما هو ايوه يعني احنا شوط من الخارج يعني واحده. واحده يعني انت جبت جول. لا انا عايز الشويط اللي يشوط في كل مباراه، في كل شوط اربع خمس كور. حلو جدا، عشان كده بتقروا التعديلات اللي حضرتك اللي حضراتكم عاملينها فيما يخص اتحاد كره القدم فيما يخص الناشئين؟ طبعا الناشئين لازم نعدل. ما أنا لا حول ولا قوه، هنعمل ايه؟ ما هو الحل. ما هو في واحد بيقول لك ايه؟ ما هو لو حسبت له الجول انا بدي له دوافع ان الجول ان اللي اتشاط ومن بره 18 عشان اشجع. ممكن تشرحها لنا بسرعه يا كابتن معلش؟ هي يعني قصتها ايه؟ احنا عندنا مشكله مفيش شويطه حد بيشوط في مصر كلها. صحيح. في كل الانديه، كره في السماء، كره بعيده عن هنا مع نجوم كبار وتلاقيه بيشوطها بعيد عن المرمى، نجوم كبار وبيشوط في السماء. فانا يعني حاجه كد يعني استغفر الله العظيم يا رب، مش ممكن دي في الكوره. مش ممكن دي في الكوره ان انا لعيب ولعيب كبير ولعيب بالملايين ما بيعرفش يشوط. ما فيش، ما انت كل مباراه لازم خمسه ست كور بتتشاط. تمام. ممكن تشوط واحده تخش بس هي دي، ما فيش تاني. لكن الشوط هو الاساس. جول المغرب اللي جه امبارح ما هو شوطه. صحيح. تكتل وكده وفاول واتعملت عليه تريك وشوطه. الله. علي معلول لما بيشوط بمهارته، كم واحد عندنا في النادي الاهلي بيعملها زي علي معلول؟ يمكن اتنين تلاته هو بس في الضربات الثابته. الضربات الركنيه بتجيلنا ايه؟ فعملنا زيزو إيه؟ في الزمالك قلنا كان زمان فيه، قلنا ان اللي سجل هدف من خارج المنطقه بتسديده يعني شايط، الهدف اتحسب باتنين. اوكي. فدي تشجع اللعيبه، يبقى مثلا واحد مغلوب 1-0 في اخر 10 دقائق يفضل انت شايطها من بره. طب ما انا بشجعك ما انت هتبقى كسبان 2-1. هتبقى كسبان 2-1. يبقى لازم تتعود ان انت تشوط. اوكي. عشان تقدر تكسب. انت عاوز تكسب. هتاخد 3 نقط صح؟ هتاخد 3 نقط وتمشي. المسابقات دي كلها معموله عشان المنتخب طبعا او الفرق الاولى. المسابقات الناشئين ومسابقات الشباب وكده ايه؟ عشان نعمل اجيال للفرق الاولى، تطلع الفرق الاولى وتطلع لمنتخب مصر. صحيح. ولا عشان بس 11 يلعبوا 11؟ ما 11 يلعبوا 11 وخلي زي ما هي. بس هو جو تنافس. فانت بتعمل. فمثلا يا كابتن مثلا يعني الكره اللي بالهيد هتبقى كره بالهيد باتنين. باتنين حلو جدا. انت عندنا حد. انا فاضل لي 10 دقائق. انا هنا ودي انا هكلمك فيها فني مثلا. فنيا انا هعمل ايه؟ انا مغلوب 1-0. هترفع اوفرات. انا مدرب. لا مش هرفع اوفرات. هرفع اوفرات ايه؟ هعمل ايه؟ هتجيلي الكره. هقول للمدافع اللي ورا العب طويل يا ابني.
عشان يلعب واحده طويله في ال 18 واحد يطلع يعملها. طيب. فانا هنا غيرت طريقه اللعب من الشكل المعتاد الى ان انا العب كور طويله اللي احنا بننتقدها بقالنا فتره. لا هي مش هتبقى كده يا كابتن اسلام. هي عشان تلعب الهدف اللي بيجي عشان يجي بالراس عمره ما هيجي من ورا. اوكي. لازم انت الهدف اللي تلعبها على الجنب. لا هي هتيجي من الاطراف. فانت لازم تكون لاعبتك متعوده انها تلعب الاطراف. الضربات الركنيه بتتلعب يبقى لازم انها تتلعب بالدماغ. وبعدين همرن المدافع كمان انه طلع. طبعا. ما هي ضرب الكره بالراس دي هتفيد المهاجم وهتفيد المدافع، ما المدافع هيطلعها عشان المهاجم ما يجيبش جول. يبقى انا رفعت من امكانيات فرقتي في ضرب الكره بالراس. اوكي. في اهم مهاره موجوده عندي. يبقى اذا لما برفع المستوى هرفع مستوى لعيبتي. احنا مصر فيها كام راس حربه دلوقتي يقدر كراس حربه راس حربه هيدر زبنا؟ قليل. مفيش. ما نقدرش نعد على ايد واحد. محمد بس. طب بس حد تاني؟ كل ده ما هي دي نقط ضعف. لابد ان احنا ندرس نشخص ان المريض لما بيتعب الدكتور قبل ما بيكتب الدواء بيقول له روح اعمل تحليل. صحيح. وروح اعمل لي اشعه. صحيح. وبناء على التحليل والاشعه يدي له الدواء. طب هل يا كابتن طبعا الحاجات دي اتعملت؟ ده الدواء اللي حضرتك بتقوله ده الدواء. الدواء اتعملت قبل كده؟ اتعملت. الافكار اللي انا بقولها دي مش اختراع ومش افكار دي منقوله. اتعملت في مصر؟ لا 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 اتعملت في المانيا. عملها سيرهير بيرجر اللي هو مؤسس الكره الالمانيه لما كان بيساعده هيلمت شون وكان بيساعده هيدر جوت وكان بيساعده حاجه و70 دي. ده كانت 74 بعد الحرب العالميه 48 لما جه لقى الفرق عنده كل اللعيبه بتقعد تبص بص بص ما حدش بيشوط وما حدش بيجيب جوال بدماغه والكره على طول في الارض. عمل كده. فراح طالع. حصل الثاني يا كابتن غير المانيا؟ لا ده اللي انا شفتها في المانيا. طب بس كابتن هنا كان ممكن مثلا اقول لحضرتك ايه؟ هل كان من الممكن ان احنا مثلا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كان ممكن مثلا نعمله مع المدربين ازاي؟ ان انا اجيبهم تقول لهم اعملوا كذا مرنوا كذا ومرنوا مش هدي لحضرتك حاجه ثانيه. اي مباراه تنتهي بالتعادل ضربات ترجيح مفيش تعادل في الدوري دوري الناشئين. فتضطر المدرب مش هيدرب واحد بس اللي هيشوط ضرب جزاء لا كله هيدرب له خمسه سته والحراس هتتدرب. صحيح. احنا طلعنا من افريقيا وطلعنا من كاس عالم بسبب ضربات الجزاء. طيب تقول لي لعيب مين؟ حضراتكم درستوا الوضع فلقيتوا ان احنا محتاجين ان احنا حد يشوط من بره؟ ما في اصلا ما فيش دلوقتي. اوكي. يعني ليه نسبه التهديف قليله عندنا؟ ليه؟ لا حدش بيلعب بدماغه ما حدش بيشوط. اوكي. بنوصل للجول وما بنجيبش جوال. هل فرقه منتخب الاولمبي ما وصلش للجول؟ وصل. بس ما في فين الشوط؟ الشوطه اللي جت جول. واللي قبلها برضه جت جول. هل اتحاد كره القدم هيصر على هذا الامر خلال الفتره اللي جايه؟ اصل هو ولا من الممكن ان يتم تغييره؟ ما هو تغييره دي بقى مين اللي غيرها للطبيب؟ يعني انت المريض عمره ما هيغير الدواء من يعني المسؤول اتحاد الكوره المفروض هو اللي شايف الكوره الصح ايه؟ وما هي الغرض؟ ما انا عايز اسال السؤال، ما هو الغرض من المسابقات اللي هي بتتعمل عشان فرقه تاخد في النهايه كاس؟ الكلام اللي بيتقال يعني الغرض هو الصعود الى الفريق الاولى في كل الانديه. طب ما لازم اطلعه والمنتخبات الوطنيه في مصر يستفيدوا من هؤلاء اللاعبين. طب مش اديهم لعيبه مكتمله؟ ولا طبعا لعبة. الافضل ان انا اديهم لعيبه مكتمله ولكن يبقى لازم الطريقه المسابقات دي هي اللي بتخدم المطبخ اللي بيجهز اللعيبه دي. ما هو برضو ممكن يكون المطبخ ده من خلال المدربين. ما هو المدرب ما انت لازم تجبر المدرب انه يعمل كده. هتجبره ازاي؟ قول له المسابقه بتقول لك لو الجول بدماغ باتنين هيمرن لعيبته ويكتشف لعيبه تلعب بدماغها. هيمرن لعيبته ازاي يلعب الاوفر من اليمين، ازاي يلعب الاوفر بالشمال، ازاي التاني ينط بدماغه. هيبقى في المدرب الروتين بتاعه هيتغير. اوكي. هتلاقي الناس من نص الملعب اللي عماله بتشوط كم الشوط اللي بيتشاط ده زمان دي هيطلع لك نماذج من اللعيبه دي هتغير شكل الاداء. عموما فكرة وسيتم تطبيقها حتى الآن سيتم تطبيقها مظبوط؟ هي لغاية دلوقتي بس
ان من بدايه من الموسم الجاي ولا المفروض يعني المفروض تتعمل كده في المسابقات، لكن ايه اللي يدير؟ ما دي انت ما بتغيرش في قانون كره القدم. لا ما القانون هو هو. بقول لك الجول بكده والجول وكده، ولما تيجي مباراه تعادل العب في النهايه ضربات ترجيح، يبقى اللعيبه من صغرها تتعود على ضربات ترجيح. ضربات ترجيح ماشي اشوفها ماشي، لكن ان انا العب كوره زي ما قلت لحضرتك كده ان انا العب كوره. طب انت في الماتش العادي لما واحد بيجيب جول وكانت النتيجه 0-0 ويبدا يكسب بيها الماتش في الاخر، ما هي نفس القصه؟ لا مش هي هي. ازاي؟ انا مغلوب 1-0 فبلعب بطريقه معينه تتناسب مع ان انا مغلوب 1-0 او ان انا كسبان بطريقه 1-0. هي عموما احنا ما بنقول ايه؟ الانديه مش هتقول هو ده زي نقاش مجتمع يا كابتن، مش أيوه. مش حاجه يعني على فكره في الاخر انا ممكن اقنع حضرتك بكلامي وممكن او مش بكلامي او يعني بالكلام اللي احنا بنشوفه، او حضرتك تقنع الناس بالكلام. دي تجربه ايوه اتنقلت من دولة متقدمة عالميا، وألمانيا ما حدش يقدر طبعًا يقول عليها. ولكن هل ممكن يقول لك ده قديمة شوية؟ هي قديمة؟ يعني حصلت من من 74 ولا 64؟ مش مهم. طب ما هو يعني الدواء من 74 ولا من 76؟ طب ما طالما المرض عندي باخد نفس الدواء، اقول الدواء قديم؟ ما هو المرض ما ظهرش. الأدوية جديدة جدا. جديدة بس المرض ظهر دلوقتي. اوكي. ما المرض ما كانش عندنا. لا هو البرد دلوقتي انا باخد له مثلا برشام كذا. فزمان ما كنتش باخده. لا انا بقول لك ده ظهر جديد. المرض اللي هو مهارة الكورة دلوقتي اللي حاجة البايظة ظهرت دلوقتي. اوكي. ان اللعيبة نسبة التسديد قبل كده ما كانتش عندنا. احنا كان عندنا مثلا زمان رفعت الفناجيلي بيشوط، عبد النصح بيشوط، محسن صلاح بيشوط، محمد شوقي بيشوط، كل دولت الشوط عبد الربه احمد حسن كل دولت كانوا بيشوطوا زمان. بيشوطوا دلوقتي ما فيش حد بيشوط خالص، ما بنلاقيش حد بيشوط. اذا كان عندنا زمان روس حربه، ما كان في على ابو جريشه راس حربه بيلعب بدماغه على طول، كان في ناس كتير. مسعد نور كان بيلعب بدماغه. محمد رمضان كان عندكم، كان في اسكندريه محمد رمضان، ما كان محمود بكر بدماغه الله يرحمه، كان عماد متعب. دلوقتي خلاص ما فيش. فاحنا عاوزين نطلع دي، طب نمرنها ونعمل كده. فيعني هي دي كلها هي افكار محاولات لاصلاح ما هو داير من نسبه للعيبة اللي هي موجوده. هي افكار بيتم طرحها وسيتم تطبيقها بدايه من الموسم القادم. المفروض انها تطبق في الموسم القادم. وبعدين احنا كابتن اسلام اتفضل، المسابقات لازم يعني على سبيل المثال المباراه بره ملعبك تاخد نقطه زياده. اوكي. لما تكسب بره ملعبك، لان احنا هنا مش طبعا انت هنا بتدعو الى اللعب الهجومي. اللعب الهجومي او وبتعود لعبتك انك انت لما على فكره بتسافر. انا مع حضرتك في دي. انا مع حضرتك في ركلات الجزاء. ان انا العب مباراه واخد نقطه بعد المباراه مفيش مشكله. في حاجات كتيره يعني من الافكار برضو دي. في حاجات كتيره سيتم تطبيقها. امتى الناس هيجي لها اللوائح او القواعد؟ لسه هم كانوا مستنيين بس بعد الماتش الاولمبي ونخلص كده وبعدين تبدا الحاجات دي. عموما هي افكار سيتم تطبيقها خلال الفتره اللي جايه فيما يخص الناشئين وفيما يخص العرض اللي عندنا او المشاكل. المرض اللي عندنا يعني او المشاكل اللي عندنا. لا ما فيش. انت بتبص تلاقي اولا نسبه التهديف عندنا كمان للناشئين قليله جدا. اوكي. يعني تلاقي الماتش 2-1 3-1 نسبه قليله. اللاعب الهداف كل ما المفروض من صغره يجيب اهداف كتير، كل ما بيكبر والمنافسه بتعلى نسبه الاهداف اكيد هتقل. طبعا. طب هو دلوقتي بيجيب جونين بس في الماتش، طب لما يكبر مش هيجيب اجوال خالص. يبقى لازم ازود له نسبه التهديف هنا من خلال اللي حضرتك بتقول عليه المسابقات اللي احنا المسابقات. او المنافسات اللي هو نملكه في ايدينا المسابقات دي اللي نغير في شكل اللي احنا بنعملها دي. فدي مش يعني ما نقلها اختراع، لكن احنا بنشوف. طب زي الدوري لما الحاج عامر قال عليه، وده اللي هو ما اعرفش الناس ما فهمتوش ليه. الدوري 18 نادي. اما ال 18 يلعبوا بعض دور اول. خلاص 18 لعبوا مع بعض دور اول. دور اول بنقاطهم تفضل موجوده. تمام.
اجي الدور بعد ما كل واحد هيكون لعب 17 مباراه، اجي جاي عند 8 وافصل 8 الاوائل يكملوا مع بعض وال10 يكملوا، يعني بتقوي الموضوع اكتر. ال10 هيهبط منهم الفرق وال8 فوق هيكسب الدوري. طب تقول لي طب 8 ماتشاتهم هتقل، بدل ما هيلعب 17 مباراه هيلعب 7 مباريات، 7 مباريات يبقى وفر 10 مباريات من دور واحد برضه، هيكمل الدور الثاني، ما هيكمل الدور الثاني بتاعه، يبقى الدور الثاني اللي هو 7 ماتشات، اللي هم 7 ماتشات اوكي، على ال 17 يبقوا 24 ماتش، 24 اكنهم كانوا بيلعبوا 12 دوري من 12 دوري من 13 فرقه، يعني اكنهم اكن انا الدوري بدل ما خليته 18 فرقه خليته 13 اوكي. فاذا بعدين المباريات دي هتبقى قويه، وبعدين التنافس ده هيبقى فيه عندي وقت راحه، يبقى النادي الاهلي لما يجي مش هضغط له مبارياته، لان هم في الثمانيه دول الثمان ماتشات السبع ماتشات اللي هيلعبوا، هنا هيقول لك الاربع انديه اللي هتلعب في افريقيا هي اللي هتستفيد اكتر من اي حاجه. طيب انا الاربع انديه اللي في افريقيا وفي الباقيين بتوع العرب اللي هم اللي البطوله العربيه او البطولات الثانيه اللي موجوده، يبقى اذا وبعدين المنتخب هو ده لم يتم التوافق عليه. ما انا هقول لحضرتك المنتخب كمان اكتر لعيبه منين؟ من الثمان فرق دول. من الثمان فرق دول اكتر لعيبه، اذا انت المنتخب ممكن تخليه يحتك اكتر ويبقى عنده وقت اكتر، يبقى هتفيده لانك هيبقى عندك وقت. والمنافسه العشره اللي تحت هيبقى ضرب نار. صحيح. والثمانيه دول برضه، بس انت بتطلع بالنقط بتاعتك، تطلع بأهدافك، تطلع بإنذاراتك، تطلع بالكلام ده. ده بس سنة استثنائية كنا بنقللها على أساس بعد كده تتظبط. تتظبط الدنيا. ما وقفوش معاها الحكاية. السنة اللي فاتت توصل. يا ريت تتعمل. عموما هي أفكار بيتم طرحها، هنشوف إيه اللي هيحصل فيها خلال الفترة القادمة. أنا بشكرك جدا يا كابتن فتحي على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا، وجرتنا احنا الكلام في لا بالعكس احنا محتاجين، بالعكس انا محتاج ان انا اتكلم مع حضرتك وحضرتك تتكلم مع الناس في هذه الامور، واللي عند حضرتك يتكلموا علشان تصل الفكره للجميع. بالظبط. من خلال كل البرامج. ربنا يسهل ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير.